تمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالوادي من تفكيك وتوقيف شبكة إجرامية دولية تتكون من 7 أشخاص من بينهم أجنبي، 2 في حالة فرار، وحجز كمية من الأقراص المهلوسة مقدرة ب 164,681 كبسولة نوع بريغابالين 300 ميليغرام، و7 مركبات بالإضافة إلى 25 خرطوشة عيار 16 ملم. هذه العملية النوعية كانت نتيجة الاستغلال الجيد لمعلومات واردة إلى أفراد الفرقة، مفادها وجود كمية معتبرة من المؤثرات العقلية في إحدى المستودعات، أين تم التنقل وتطويق المكان، وبعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية والقيام بالتفتيش، تم توقيف المشتبه فيهم والمحجوزات المذكورة سابقا.